تدريب معلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية على منهجية التعليم القائم على الجدارات. نظمت وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم تدريباً على منهجية التعليم القائم على الجدارات، وذلك لمعلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية. وقالت الوزارة إن التدريب يهدف إلى بناء قدرات معلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال توضيح منهجية الجدارات وعناصرها وتطبيق استراتيجيات التعليم والتقييم الحديثة وتوظيف الأنشطة التربوية المختلفة في عمليات التعلم بهدف تحسين مستوى التعليم والتدريب في مدارس التكنولوجيا التطبيقية. ولمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف الأستاذة شيماء ممدوح، نائب مدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية. مرحب بحضرتك يا فندم على شاشة قناة مدرستنا 3. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ما الذي استهدفه التدريب وما هي التخصصات المستهدفة من المعلمين؟ مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس نموذجية للتعليم الفني تم إنشائها، وهي تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب. وتقوم على الشراكة ما بين القطاع الحكومي متمثل في وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية. من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم الفني في مصر وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلي والدولي. ومن أجل تحقيق هذا الهدف كان لابد من إعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية من خلال التدريبات المعتمدة. وعشان كده وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية وضعت خطة لبناء قدرات الكوادر العاملة بهذه المدارس، ومنها التدريبات التربوية زي التدريب المقام حاليا وهو تدريب التعليم القائم على الجدارات. وأيضا وفي جميع التخصصات الفنية، ومنها طبعا تخصصات طبعا بجميع نوعياتها. عندنا التخصص طبعا التخصصات الصناعية، التخصصات التجارية والزراعية والفندقية. وكذلك التخصصات في المواد الثقافية، ويقصد بها كمان اللغة العربية والماث والفيزيكس والكيمستري، كل التخصصات. وبالخصوص التخصصات الفنية زي عندنا طبعا المعدات الكهربائية، الإلكترونيات، الحاسبات ونظم المعلومات، الصيانة الكهربائية، الذكاء الاصطناعي والمراقبة والإنذار، تكنولوجيا الفنون الرقمية، عندنا صيانة المعدات الثقيلة، إدارة المنشآت، الصناعات الدوائية، الرخام والجرانيت. طبعا يعني عندنا برامج، يعني احنا عندنا اكثر من 70 برنامج تخصصي. التبريد والتكييف، الأساس الخشبي، إدارة وتشغيل المطاعم طبعا في المجال التجاري والفندقي. إذن التدريب كان لرفع مستوى المعلمين. وعندنا كمان تدريبات أخرى للكوادر التي تعمل بهذه المدارس زي المدربين الأكاديميين بهذه المدارس، وكذلك تدريب مسؤولي التقييم والامتحانات. عندنا كمان تدريبات خاصة بناء قدرات مسؤولي شؤون الطلبة والأخصائيين الاجتماعيين، مسؤول شؤون العاملين، ولبناء القدرات الخاصة بجميع العاملين بهذه المنطقة. عظيم. هل هذا التدريب جزء من خطة وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتطوير قدرات المعلمين وتعزيز دورهم في عملية التعلم؟ بالضبط. الهدف هو تأهيل المعلمين للوصول للاعتماد، وليس فقط الاعتماد المحلي بل كذلك الاعتماد الدولي إن شاء الله. عظيم إن شاء الله بإذن الله. عظيم يا فندم. الأستاذة شيماء ممدوح، نائب مدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بنشكر حضرتك على هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات.